يقول: إذا دخل الرجل مكة لغرض آخر كزيارة قريب أو تجارة، هل لا بد له من الإحرام بعمرة عند وصول الميقات؟ الصحيح أنه لا يلزمه إذا لم ينوي عمرة ولا حج، بل يريد مكة لحاجة من الحاجات، فلا يلزمه الإحرام. قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، دل على أن الذي لا يريد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، لكن إن أحرم فهو أحسن له وأدى عمرة، هذا أحسن له.